لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الخميس 15 يونيو، والنهاردة القمر موجود في الحوت من الساعة 12 وتلت الظهر. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الحمل، وعندنا فينوس موجود في برج الثور، وعطارد موجود في برج الجوزاء. وعطارد مش بس لوحده في الجوزاء، لا كمان الشمس موجودة لسه في الجوزاء. عندنا كمان المريخ في برج السرطان، والمشتري في الميزان، ونبتون في الحوت. وعندنا كوكبين مازالوا بيتراجعوا، زحل بيتراجع في القوس، وبلوتو بيتراجع في الجدي. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في منزل ال 12، وده بيخليهم يميلوا للتأمل والتحليل كل موقف بيمر بيهم. عندهم الملاحظة قوية جدا، لكن مطلوب من مواليد الحمل النهاردة وخصوصا من الساعة 12 وتلت الظهر ان هم ما يعلنوش عن افكارهم، ويحاولوا يتجنبوا الزهو بنفسهم. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم القمر في وضع داعم، وهيلاقوا انه في ناس كتير ممكن تقف جنبهم، في مخلصين واقفين جنبهم، وهيشعروا بالامتنان ليهم. النهاردة كمان مواليد الثور ممكن يحققوا انجازات هايلة في ناحية الشغل، فيقدروا لو عندهم مشروعات خاصة ان هم يعملوا تنمية المشروعات. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. برج الجوزاء النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، والنهاردة عندهم الفلك بيدفعهم لإظهار مخالبهم أو إظهار عصبية عشان يحموا مصالحهم. فنصيحتي لمواليد برج الجوزاء انكم بس حاولوا تعملوا اللي عليكم، وعشان ما تتمسكش ضدكم اي اخطاء، وحاولوا تتحكموا في العصبية لو هتخليكم يتمسك ضدكم اخطاء. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم الحظ بيعمل لصالحهم جدا، عندهم قدرة على ان هم يوصلوا لإجابة شافية لأي مشكلة بتقابلهم، ممكن يلاقوا علاج للمشاكل او حلول للمشاكل. النهاردة كمان يوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية بالنسبة لمواليد السرطان، ويوم كمان هايل للتخطيط لسفر او لتوطيد علاقة مع جهات اجنبية. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، والنهاردة مواليد الاسد يقدروا يحافظوا على استقرارهم المادي، ويعرفوا يتصرفوا بتعقل جدا في الامور المالية. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، والنهاردة اقول لمواليد العذراء انه انتوا بتميلوا قوي لفرض سيطرتكم وسلطتكم وارادتكم على شركاء حياتكم او على شركاء العمل، فخدوا بالكم النهاردة ممكن تكونوا تظهروا بمظهر المستبد او المتسلط، فحاولوا تاخدوا بالكم علشان الامور ما تتطورش والموقف يتصاعد لمشاكل انتوا في غنى عنها. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، والنهاردة عندهم مواليد الميزان قدرة على ان هم ينظموا وقتهم وينظموا جهودهم، وهيعرفوا ان هم يستغلوا طاقتهم بصورة رائعة. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وده بيخليهم النهاردة ممكن يقعوا في الحب بسهولة. عندهم مشاعر دافئة، وعندهم رغبة في التعامل بود مع الآخرين، كمان عندهم طاقة بدنية هايلة ممكن تساعدهم في الإنجاز في الشغل أو في ممارسة الرياضة. نروح بعد كده لبرج القوس. برج القوس النهاردة للأسف القمر معاكس معاهم عائليا أو اجتماعيا، وممكن ده يتسبب في نزاع عائلي أو اجتماعي،
فعشان كده انا بنصح مواليد برج القوس ان هم يحاولوا يهدوا اعصابهم النهارده، ويحاولوا يعيدوا الالفه لعلاقاتهم علشان اليوم يعدي بخير، والنهارده وبكره كمان. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم، ويقدروا النهاردة ان هم يقضوا اوقات عائلية حلوة. عموما علاقاتهم الاجتماعية والعائلية والعاطفية كلها ممكن تمشي حلو جدا، ده بالنسبة لمواليد الجدي. والوقت مناسب جدا عشان يزودوا حتى معارفهم او يعملوا صداقات حلوة مع الاخرين. كمان الوقت مناسب بالنسبة لمواليد الجدي لعرض آرائهم وأفكارهم بصورة واضحة ومؤثرة. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة بيحالفهم الحظ ماليا، بس بشرط ان هم يحددوا كويس ويدرسوا كويس حالتهم المادية وما يتصرفوش بصورة عشوائية. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة القمر في برجهم، وده بيخليهم اكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسهم. هيكون عندهم سحر وجاذبية يعرفوا يجذبوا بيها الجنس الاخر ليهم. كمان هيكون عندهم اهتمام اكتر بمظهرهم، وهيكون عندهم القدرة ان هم يفرضوا ارائهم بمنتهى الذكاء واللباقة.